نرجع تاني لموضوع تطوير أدائنا. إحنا يعني أنا عارف إن مثلاً مصر الخير والأورمان وجامعات أخرى كثيرة جداً بتقوم بتوزيع مش بس سلع يتم استهلاكها، لكن بتوزع مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر على الناس. وأنا أقول لكم إن إحنا لو إحنا قدرنا نحول أسرة من احتياج شديد إلى إن هي تلبي حاجتها من قدرتها بدعمنا، إحنا هنبقى عملنا حاجة جميلة أوي. وهديكم مثال، يعني بتتوزع رؤوس ماشية على المواطنين في الريف مثلا اللي هم ممكن تساهم معاهم في إن هي تغير حياتهم. بس إحنا وما أعرفش يعني صلحولي ده، إحنا بنديهم يعني رأس ماشية تجيب إيه؟ هتقول لي ده كويس قياسا بالظروف، يعني هقول لك أدي نوع رأس ماشية اللي بتديها له. احنا كنا بنتكلم في الكلام ده مع وزير الزراعة من كام يوم، وقلنا في رأس ماشية تجيب 40 كيلو لبن في الحليب في اليوم. انا بدي له اني واحده بقى التانية غاليه، اللي انا بقول عليها دي غاليه شويه اللي هو ممدوح، اللي انا بقول عليها دي غاليه. بس هتعمل ايه لو انت قلت النهارده انا بدي مواطن، بالمناسبه هي بتاكل وبتشرب زي العاديه، هي بتاكل وبتشرب زي اي رسمة ماشيه عاديه، فيا ترى احنا نقدر نعمل ده بحيث ان احنا لما ندي لمواطن او اسره رأس ماشية من النوع ده تبقى النهارده تجيب له 30 40 كيلو حليب في اليوم، تفرق معاه كتير قوي. الكيلو يعني هيقل عن حتى لو كان في الريف، وبيبقى يعني عقبال ما يوصل بيبقى سعره اقل من هنا، يعني هيبقى اقل من 5 6 جنيه 7 جنيه مش كده؟ لا انا بتكلم على انه يعني انت بتديهم ال رأس الماشية اللي هي تجيب الكميه دي هبقى سعيد. لو ما كانش فكر هي غاليه شويه، هي ايه هي غاليه شويه، يعني غاليه شويه. وزير الزراعه موجود معانا؟ طيب هي غاليه شويه، لكن انا بتكلم هي طبعا. وبالمناسبه في يعني انا بتكلم على بقر، وبتكلم على في جاموس كمان بيدي تقريبا 28 كيلو 25 كيلو. ده غير اللي احنا غير المصري بتاع. انا بتكلم على ايه؟ على بس اتفضل استريح. انا بتكلم على الفكره، مش بتكلم على يعني حاجه بعينها. بتكلم ان احنا عايزين واحنا بنعمل العمل ده ان احنا نقول كل سنه خرجنا اسر من الحاله دي لحاجه تانية. وانا عايز اقول لكم على حاجه، الصندوق لو عنده قدره ماليه كبيره ممكن يجي علينا وقت من الاوقات نجهز أراضي زراعية، نجهزها كاملة، نجيب أسر نقول لهم خد الأرض دي اشتغل وابقى يعني سدد جزء من ثمنها من غير أي فوائد أو كلام من هذا القبيل. المقصود الكلام إيه؟ إن إحنا نقول النهاردة تعالى لراجل عنده عربية زي ما بنعمل دلوقتي عملية الإحلال في المركبات بتاعة الغاز، إن إحنا نروح ونوقف الشوارع كده، نوقف العربية القديمة دي تعالى انت خد العربية دي، ونكتب اسمه واللي يقدر يدفعه يدفعه واللي ما يقدرش ندفعه احنا.